اخواننا المغاربه، السلام عليكم. كنقدم التعازي ديالي لعائلات الفقيد عندنا الباري اللي اغتال هذا المجرم، خلى الرعب والخوف في الاموات والدراري. اللي خرج من الزنقه تقول امي نتو ناريه، لا يديوه ليا من باب داري. بقى فيا عدنان اللي في سنو 11 عام، فرق امي نتو مع باه، جا المجرم وداه شي هديه باش غواه، والشيطان جرو معاه. اغتصبوا وصفاه في الحفره رماه وغطاه، قال صافي نسيناه. هذا راه وحش ماشي بنادم اللي دار هذا المنكر. قالوا قاري وعندو لي جزاء، الجزاء ديالو الاعدام. ملي مشى عندنا للباري فرق المعلمين والدراري، خلا مينتو عندها السكر عليه كتسواني. هو الصغير عندها في الدراري، فكرات مسكينه الرضاعه ملي كانت به دراري. وقعدنا الدراري، وحتى انا عندي حفيدي ما نسخاش به يمشي من يدي. الكبده صعيبه وحنينه، وقعدكم لامي مات. اللي ما بكاه عدنان ما عايش معنا في هذا العالم. ملي كتشوف امي نتو ادوات وشكاره بحال اخويتي فيها مسكينه عماره. ملي مشى عدنان من الدار خوتو شعله فيهم النار. الا ما عدمتو هذا المجرم ولادنا ما يخرجوا من الدار.